التعهد على إصلاحات للتحكم في عجز الميزان التجاري خلال السنوات القادمة، وتوقع أن يتراجع للنصف وذلك خلال 5 سنوات. وفي حال طبقت تونس إصلاحات صندوق النقد الدولي المطلوبة في المجال الاقتصادي، فالسؤال بأي ثمن سيكون ذلك؟ نجح الانتقال السياسي ولم يرافقه نجاح في الانتقال الاقتصادي، فالاقتصاد التونسي يعاني منذ 2010 بالنظر إلى تراجع معدلات النمو، لكنها قد ترتفع هذا العام إلى نحو 2.5% حسب صندوق النقد الدولي. ويفاقمه ارتفاع كتلة الأجور إلى نحو 7 مليارات دولار، وهو رقم كبير بالنسبة لاقتصاد تونس، لكن مع ذلك ارتفع عدد السياح في تونس بأكثر من 13. 6 1 9. ست واحد تسعة. محافظ البنك المركزي قال أن التدخل سيزيد من مسألة السيولة وسيرفع من معدلات التضخم، لكن على ذكر البنك المركزي هو قال لابد من تخفيض النفقات الحكومية، بينما خاطئة، لأنها تستهدف التضخم المالي وهي تلجأ إلى الترفيع في كل مرة في نسبة الفائدة المديرية، ظنا منها أن التضخم المالي مأتاه أساسا يعني استهلاك المواطنين من المواد الممرضة، من حال أن العجز التجاري في تونس ليس مرض. 6 1 9. اقتصاد تونس تعافى من أزمتهما
فإننا في طريقنا للخروج من الركود. منذ عامين ونصف العام تقريبا سجلنا نمو إيجابيا، لكننا لم نستعد بعد مستوى الميزانية.